برج الحمل، استغل فترة الصباح والظهيرة لفعل ما تريد يا صديقي، وقبل أن تأتي الساعة الخامسة وتبدأ الأمور من حولك بالتعطل، يوم جيد في الصباح، لكن يبدأ العمل بالضغط عليك ابتداء من الظهيرة. مزاجك قد يكون سيئا في فترة ما بعد الظهر والمساء، فاحذر من أخذ أي قرار مهم، والأفضل أن تجلس بالبيت وتشاهد فيلما، وبالأخص مواليد 21 إلى 26 من آذار. برج الثور، قد تحتل التجارة والبيع والشراء المرتبة الأولى في اهتماماتك لهذا اليوم. تشتري وتبيع، لكن احذر عند توقيع العقود، فهنالك احتمالية بأن يقوم الشخص الذي أمامك بالتلاعب بك. في فترة ما بعد الظهر والمساء العائلة قد تأخذ اهتمامك، وقد يكون لديك بعض الالتزامات للقيام بها. أما الحبيب فقد تدخل معه في نقاش عند المساء، لكنه ينتهي على خير. برج الجوزاء، تصيبك الكآبة منذ صبيحة هذا اليوم، وتشعر بالملل من حياتك، وإنك لم تفلح في عمل أي شيء يرضيك. إن هذا ليس صحيحاً، لكن الكآبة التي تعيش بها تجعلك تفكر من نواحي سلبية. تشعر بالكسل وعدم الرغبة بالقيام بأي عمل، وتزداد هذه الرغبة في فترة ما بعد الظهر. أما المساء فهو هادئ جداً، وقد لا تقوم بأي برامج لعدم جاهزية مزاجك للكلام مع أي شخص. برج السرطان، إذا أردت التحدي أو عمل أي شيء صعب فافعله اليوم، لأن كل الأمور تصب في مصلحتك وفي خانتك، وخاصة في مجال العمل. الأشخاص الذين حولك قد يحاولون عرقلتك بأي عمل تقوم به، لكنك سوف تنجح بالنهاية. يوم به كثير من الأحداث والانفعالات، أما فترة ما بعد الظهر والمساء فهي الفترة الأفضل، وبالأخص لمواليد 23 إلى 27 من حزيران. برج الأسد، إن الأيام الصعبة قد مرت، لكن قد تبقى الترددات لهذا اليوم، وبالأخص في الصباح والظهيرة. لا شيء يعكر مزاجك، لكنك لست بوضع جيد. تحديد ما الخطأ عندك، اجعل اليوم يمر بسلام ولا تأخذ قراراً لأنه لن يكون بمصلحتك. قد يساورك الشك في أعز الأصدقاء عليك في ساعات المساء، لكنك أكيد سوف تكتشف أنك على خطأ. برج العذراء، تبدأ نهارك نشيطاً وقوياً، تريد أن تفعل كل شيء تقدر عليه لشعورك بأن اليوم هو فرصة للتقدم والنجاح. عليك بأن لا تتعب نفسك كثيراً، وذلك لأن مع دقة الساعة الخامسة مساءً سوف يتغير مزاجك وتشعر بالتعب يأخذ منك قسطاً كبيراً. نهار جيد لكن نهايته غير محببة لديك، وبالأخص لمواليد آب. برج الميزان، تشتعل العاطفة بقلبك وتشعر بالغيرة أكثر من أي يوم آخر تجاه من تحب. التملك وحب السيطرة يؤثران عليك هذا إلى حد كبير. استغل هذا اليوم لفعل الأمور الصعبة والتي تريد جهداً، لأن الحظ معك ويدعمك، وبالأخص في فترة الصباح والظهيرة. لن تتغير الأوضاع كثيراً في المساء، بل على العكس، فجاذبيتك سوف يكون لها الأثر لرفع شعبيتك بين الآخرين. برج العقرب، قد يكون اليوم هادئاً بالنسبة لك يا عزيزي العقرب، والأجواء حولك مطمئنة. تشعر بأن عبء الأيام التي مضت قد مرت، واليوم هو يوم النقاهة. يتحسن وضعك خلال ساعة تمر، وتصل إلى أوجها في فترة المساء، حيث تتلقى دعوة غير منتظرة تسر بها، كما أن خبر جيد في الطريق إليك في وقت متأخر من هذا المساء. مواليد 23 إلى 28 تشرين الأول هم أكثر المستفيدين من التغيير لهذا اليوم. برج القوس، ما تزال تشق الطريق باتجاه ما تريد. يوجد لديك عدة أهداف لفعلها هذا اليوم، لكن عليك بالإسراع لأن فترة النهار قد تعطيك الدعم والمساندة. هنالك الكثير من الأحداث التي تشهدها في ساعات ما بعد الظهر. تشهد مشاجرة أو تلاسم بالكلام بين شخصين، لكن نصيحة، لا تدخل بها لأنها لن تكون من مصلحتك. المساء قد يحمل بعض الكآبة والتوتر، فالأفضل أن تبقى هادئاً. برج الجدي، الأجواء جيدة لديك يا مولود الجدي، لكنك قد تبدأ نهارك بكسل جديد وعدم الرغبة في الخروج أو حتى النهوض من سريرك. قد يصل مبلغ مالي لمواليد 14 إلى 19 كانون الأول، أو يتعرضون لمصاريف كثيرة، وبالأخص في فترة الظهيرة. أما في المساء فلديك العديد من البرامج والأمور الجيدة التي قد تشعرك بالفرح والقوة. برج الدلو، من المؤكد إنك اليوم في مزاج آخر وبعيد كل البعد عن العصبية والمزاجية، لكنك اليوم تحقق مكاسب وأرباح في مجال العمل والعاطفة، فالأمور إلى تحسن في هذه المجالات. قد يصلك خبر يحسن من معنوياتك في فترة الظهيرة. أما المساء فهو جيد لاستغلاله برفقة من تحب وإعطائه بعض الاهتمام، وخاصة مواليد 21 إلى 26 كانون الثاني الأكثر عاطفة.
برج الحوت. اصبر يا عزيزي، فما بقي أقل مما مضى، فاليوم يعد هو آخر أيام الضغط والعصبية، وبالأخص في فترة الصباح والظهيرة التي تعد آخر فترات العصبية والغم. لكن أعدك بعد الساعة 5 مساء سوف تبدأ تشعر بالتحسن ويخف الضغط تدريجيا عليك، وخاصة لمواليد آذار، مع بقاء مواليد 15 إلى 19 آذار تحت التوتر حتى صباح الغد.